التي كانت قد قدمت مهادا أولا في الحصة الفارطة حول نيتشا وحاجتنا للجمال وكيف يمكن أن يكون الفيلسوف طبيب الحضارة. هذه الليلة نواصل في نفس النسق مع الأستاذة نجاة الضفاوي أستاذة الفلسفة بالمعاهد التونسية في فقرة عيادة الفيلسوف ونقد نيتشا لحداثة العقل العربي. أستاذة نجاة أهلا وسهلا. شكرا سي عبد المجيد. وباعتبارنا نتحدث عن الفيلسوف طبيب الحضارة أريد أن أقول بكل ألم في هذا العصر المربي أيضا لابد أن يكون طبيب الحضارة. نعم. ولابد أن يتعامل معه على أنه طبيب الحضارة والعقل، ولذلك نتمنى الشفاء العاجل لزميلنا الأستاذ محسن السهيلي على إثر ما تعرض إليه من عنف صادر عن تلميذ، ويبقون تلاميذنا رغم كل شيء. إذن الشفاء العاجل مستمعينا الكرام لأستاذنا الفاضل لأخينا وصديقنا محسن السهيلي، وهذه الضريبة التي يدفعها المربي في هذا العصر. إذن شفاء عاجلا صديقنا حبيبنا محسن السهيلي. نجات شكرا. طيب إذا نواصل الحديث عن نيتشا وعن نقده لحضارة أو حداثة العقل الغربي باعتبارها حداثية العدمية أو حداثة العدمية، وفي هذا المستوى نواصل الإشارة إلى ما ذهب إليه نيتشا من نقد للعقل كما تبلور في الميتافيزيقا القديمة، وأيضا كما تبلور في العقل العلمي الموضوعي لمرحلة الحداثة أي حداثة العقلانية العلمية. إذ يرى نيتشه في هذا السياق أن مشكلة العقل أو مشكلة الإنسان عموما أننا منذ السقراطية ونحن نعيش أعلاء للعقل في صورته المجردة والنظرية وحط من شأن الغريزة. وهنا نذكر بأن نيتشا يعتبر أن سقراط أول من غلب العقل على الغريزة. الغريزة نعم. وفي هذا التغليب للعقل، ومع أننا لا نناقض أو لا نرفض العقل، لكن نيتشا يرى أن سقراط اقتلع الفرد من تجذره التاريخي على اعتبار أن الغريزة هي حركية أو فاعلية هي التي بها يمكن أن نوجد ويمكن أن نحيا. وسقراط إذ يهمش الغريزة ويعلي من شأن العقل فهو يقتلع الفرد من تماسكه التاريخي. وفي هذا السياق يؤكد نيتشا أن تهميش الغريزة الذي بادره سقراط تواصل مع عصر الحداثة باعتبار أن أخلاق الحداثة وعلم الحداثة وذكاء الحداثة كما يراها نيتشا ليست إلا ظواهر مرضية فاسدة باعتبار أنها لم تهتم جيدا بما يجب أن نهتم به، وهو هذه القدرة على الفعل، هذه القدرة على العطاء، هذه القدرة على المبادرة التي تسكن غريزتنا أي غريزة حب الحياة أو غريزة إرادة الحياة. ويستمر نيتشا مدافعا عن إرادة القوة في معنى إرادة الحياة أو حب الحياة. نعم. وفي هذا السياق سيقارن نيتشا في مجال القيم بين ما يسميه قيم أو أخلاق الضعفاء، وهي أخلاق ارتكاسية. نعم. أخلاق تكره الحياة، أخلاق تركيعية، أخلاق مؤنثة مثل الطيبة والشفقة كما يقول هو. جميل. ولو أني في هذا لي موقف آخر وتقبله أخلاق القوة، أخلاق الأقوياء، الأقوياء أو أخلاق السادة، السادة أو أخلاق القوة تختلف عن أخلاق العبيد أو أخلاق الضعف في كونها تبادر. إذن أخلاق الضعفاء هي أخلاق ردة الفعل، في حين أن أخلاق الأقوياء أخلاق هي المبادرة. أخلاق المبادرة. نعم. هي أخلاق الخلق، هي أخلاق الإبداع
عفوا هي أخلاق حب الحياة وأخلاق الإقبال على الحياة، وهذه الأخلاق يتحلى بها الفيلسوف باعتباره طبيب الحضارة وباعتباره يدرك جيدا معنى الفن ومعنى الخلق ومعنى الإبداع. نعم. دونك إذا لو ترجمتها لك أدبيا أيوة. على حد نعم. قول المسعدي هي أخلاق المنزل المكتسبة التي يعني يبرز فيها الإنسان فاعلا مبادرا مؤمنا بالفعل بالتغيير، إذن هي تلك المساحة الحرة، مساحة الإرادة والإنجاز. باعتباري أن الإنسان ومن وجهة نظر المسعدي وجد في مرتبة وسطى، أو شرفه نعم. أنه يوجد في مرتبة وسطى بين الألوهية والحيوانية. إذن هذه المرتبة الوسطى بلغة المسعدي نعم. التي هي مرتبة الإنسانية والتي يسميها كانت مملكة الغايات، مملكة الغايات هي ما يسميه نيتشا نعم. حب الحياة أو الإقبال على الحياة أو النقوة كما قلنا سابقا على أن نحيا، باعتبار أن الحياة واجب. فبالنسبة إلى نيتشا هذا الواجب ومع ما نعرفه في الحياة من مشكلات، الغريزة والجسد قادران على الوعي به وقادران على التفكير فيه، فالجسد لا يكون في مجال السلبية مع نيتشا، وكذلك الغريزة لا صلة لها بالسلبية مع نيتشا. إذن غريزة خلاقة، غريزة مبدعة، جسد خلاق، جسد مبدع، حتى أن نيتشا تكلم عن مفهوم الهوى قبل فرويد. يعني أن نيتشا عندما يتكلم عن الجسد فهو يراه على أنه قوام الوجود وهو منبع الحياة، وهذا تشريف للإنسان في بعده الغرائزي وبعده الجسدي. هو خلص الغريزة والجسد من براثن الحيوانية، من براثن السلبية، من براثن الارتكاس كما ذكرت، إذن ليكسب هذين البعدين يعني بالنسبة للإنسان بعد الفعل، بعد الإرادة، بعد السيادة، وضرب من السيادة في الكون. بطبيعة الحال هو ضرب من السيادة في الكون، أو لو تكلمنا لغة فينومونولوجية نعم. مع ميرلو بونتي وهوسترل نقول أنه عندما نقرأ نيتشا فينومونولوجيا يمكننا القول أن نيتشا فيلسوف الأرض. جميل. بمعنى أنه فيلسوف الحياة على سطح الأرض. فلا حديث عن حياة ميتافيزيقية مجرد نعم. نظرية نعم. يبقى فيها الوعي ماكثا في عالم المثول نعم. وإنما نحن نتحدث مع نيتشا كما هو الحال مع الفينومونولوجيا وكما هو الحال مع الماركسية عن وعي محايث للوجود. إذن هو يفكر ورجله على الأرض، يفكر وهو يضع قدميه بكل صلابة على الأرض. جميل جدا. إذن حتى أن الفينومونولوجيا مثلا عندما تعطي تعريفا لذاتها، ميرلو بونتي عندما يعطي تعريفا للفينومونولوجيا باعتبارها فلسفة الوعي لكن ليس الوعي على الشاكلة الميتافيزيقية، يقول أن الفينومونولوجيا هي الفلسفة التي تحاول إعادة وضع الجواهر في الوجود. جميل جدا. الوعي جوهرا، نعودها، العقل جوهرا، نعيد هذه المقولة. الفينومونولوجيا نعم. هي الفلسفة التي تحاول إعادة وضع الجواهر في الوجود. جميل جدا. هذا يقوله ميرلو بونتي في مقدمته لكتابه فينومونولوجيا الإدراك. فأن تقول الفينومونولوجيا أن الفلسفة هي محاولة إعادة، أو أن الفينومونولوجيا هي محاولة إعادة وضع الجواهر في الوجود، يعني ذلك أن الوعي جوهر، العقل جوهر، لكن هذه الجواهر لا معنى لها إذا ما كانت جواهر متعالية بالمنطق الميتافيزيقي واضح. أو باللغة الميتافيزيقية. إذن كل جوهر، وجوهر الإنسان هو الأصل الذي لابد أن يكون متمكنا بلغة هايدغر، متمكنا في المكان ومتزمنا في الزمان. جميل. هذا التمكن في المكان وهذا التزمن في الزمان هو مطلب إنساني بامتياز الآن وهنا، وهو ما يكشف عن وجودنا الآن وهنا باعتباره وجودا فاعلا وليس وجودا سالبا أو متلقيا. إذن هو وجودا يقبل
على أحداث وجوده بذاته ويستقبل مستقبله بذاته. وهذا دائما يذكرني في باب الأدب بمقولة عالم الزيف وعالم الحقيقة. عالم الزيف من وجهة نظر نيتشا هو عالم الميتافيزيقا، نعم، باعتباره عالم الغيبيات إن صحت العبارة، نعم، أو عالم اللامرئي، عالم التهويمات البعيدة عن المنجز، عن المحسوس، عن المعيش، عن المعيش. حتى أن الفينومونولوجيا عندما تعطي تعريفا للوعي تقول أن الوعي مهمة أو مسار، وأقول جيدا مهمة، نعم، بمعنى أنها فعل يتواصل داخل السيرورة التاريخية، ومن خلاله يدرك الإنسان ذاته باعتباره كائنا موجودا في هذا العالم ضمن علاقة بين ذاتية مع الآخرين. جميل جدا. ثلاثة لا سبيل إلى الفصل بينهم مع الفينومونولوجيا هم الوعي، نعم، العالم، والأنا في علاقتها بالآخر. واضح. وفي هذا السياق تحدث ميرلو بونتي عما يسميه لا كونسيونس دو فيكو او لو فيكو دو لا كونسيونس، معيش ادراك الشعور. نعم. معيش ادراك الشعور هذا ما يمكن ان نترجمه مع نيتشا بالدافع الحيوي او بالاقبال على الحياه او بالوعي المتجسد في العالم في الهنا والان. إذن الفيلسوف ليس كائنا غريبا على الأرض كما يعتقد عادة، نعم، وإنما هو ذلك الكائن الذي يتجذر ويجذر الآخرين من حوله في عالم الأرض. وماذا عن حداثة العقل العربي؟ نيتشه هل له موقف يعني من العقل الحداثي؟ نيتشا له عقل، له موقف من العقل الحداثي، العقل الغربي، الغربي أساسا. لكن إذا أردنا أن نتحدث عن حداثة العقل الغربي لنا الطيب التيزيني. طيب التيزيني وحسين مروه. وحسين مروه والمجموعة المغربية. تعودين بنا إلى بداية الثمانينات. المجموعة المغربية، نعم، عموما. فعلا. فهذه المجموعة تحدثت عن حداثة العقل الغربي وبينت أن العقل الغربي يعيش أزمة معنى ويعيش أزمة قيم. لكن العقل الغربي عندما مر بأزمة المعنى وأزمة القيم فكر في هذه الأزمة وبحث لها عن حلول، وكانت حلوله في إنتاج فلسفات جديدة مثل إيثيق التواصل مع هابرماس، أو إيثيق المسؤولية مع هانس جوناس، أو إيثيق الاقتناع مع ماكس فيبر. مشكلتنا نحن أننا في الحقيقة اهتماماتنا الفلسفية كعرب وكما غاربة الآن بدأت تعرف نوعا من اليقظة في هذه السنوات الأخيرة، بدأت تعرف نوعا من اليقظة. هذا ما نخصصه أستاذ نجيات للحصة القادمة إن شاء الله. وبدأت الجامعات تجتهد في هذا السياق. طيب. نعود مما وراء البحر من أوروبا ومن نيتشا إلى العرب، إلى المغرب، إلى المقاربة الفكرية، نقول أنا المغاربية العربية، في نقد العقل العربي. احنا ما زلنا في نقد العقل الغربي مع حداثة العقل الغربي. نحن، نعم، مع سياق العقل الغربي وحداثته. إذن بالنسبة إلى نيتشا الحياة قوة، وهذه القوة يعبر عنها الجسد وتعبر عنها الغريزة. وهنا يعتبر نيتشا أن الإنسان الحديث ويقصد الإنسان الغربي خصوصا مهدد بمرضين، وهما القرف العميق من الإنسان. أننا أحيانا نصل إلى قرف عميق من الإنسان، قرف عميق من ذواتنا، نعم، قرف عميق من ميولاتنا الجمالية والإبداعية والأخلاقية وما إلى ذلك. حالة إنكار. والعرض المرضي الثاني هو العطف العميق على الإنسان. فكأننا في كلتا الحالتين نضع الإنسان موضع شفقة. موضع شفقة في الحالتين، نعم. وأن نضع الإنسان موضع شفقة هذا يؤدي بنا إلى ازدراء الذات وتعب الذات من ذاتها كما يقولون. جميل جدا. كيف يثمن الذات؟ هنا ماذا
يقترح نيتشه حتى تعود الحياة إلى وضعها الصحي الطبيعي، وحتى يعود الإنسان إلى وضعه الصحي الطبيعي. لأن الفيلسوف باعتباره طبيب الحضارة، نعم، وهذا الفيلسوف منهجه الجينيالوجيا والتأويل. الجينيالوجيا هي البحث في الأصل والفصل، الأصل والفصل، أو المأتأ. والتأويل هو الذي يريحنا عناء الثبات. يقول نيتشه: ليس ثمة ثابتا وليس ثمة مطلقا، وإن أمكن أن نتحدث عن ثابت فالثابت الحقيقي هو التأويل، لأنه هو الذي يفتح لنا الباب على السيرورة. التأويل والسيرورة هما اللذان يكشفان عن معنى علاقة الإنسان بالزمن، ومعنى علاقة الإنسان بالمكان. ومعنى علاقة الإنسان بالحياة باعتبارها فعل في المكان والزمن، وبالتالي معنى علاقة الإنسان بذاته، وبالتالي معنى علاقة الإنسان بذاته وبعالمه المحيط. هذه هي العيادة الفلسفية، وهكذا نقر معك بأن الفيلسوف طبيب الحضارة. مستمعينا الكرام، هذه فقرتنا اليوم في عيادة الفيلسوف مع أستاذتنا المبجلة المميزة نجاة الضفاوي، وبعد حين يعني في حلقة لاحقة نعود إلى الضفة الجنوبية من المتوسط، نعود إلى نقد العقل العربي، ودائما في عيادة الفيلسوف. بما تختمين أستاذة نجاة؟ أختم بما يذهب إليه نيتشه في حديثه عن العلم الحديث، إذ يشير إلى أن مشكلة العلم الحديث أو حداثة العقل الغربي أو عقلانية العقل الغربي الحديث، مشكلته أنه يستبعد كل أنواع الغائيات، يشمئز من تنصيب نفسه حكماً، يكتفي بتسجيل الملاحظة ويقتنع بالوصف. كل هذا عبارة ولا شك عن زهد، أي عن عدمية. شكرا، شكرا جزيلا. بلغنا نهاية هذه الفسحة الرائعة، الفسحة الرائعة في عيادة الفيلسوف أستاذة نجاة الضفاوي. أجدد لك الشكر جزيلا وفيرا. شكرا لك. شكرا مستمعينا الكرام، تبقون معنا في رواق الحياة الليلة، وعودة إلى الفقرات الموسيقية.